أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن المتتبع لمسيرة نادي قرطبة الإسباني يدرك حجم العمل الدؤوب الذي يبذله الجهازان الفني والإداري ولاعبو الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية والسير على تحقيق الأهداف. أعرب سموه عن سعادته بفوز قرطبة على علي إخيدو 2012 ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الثانية، ومشيرا سموه إلى أن هذا الفوز يعطي الفريق الحافز الكبير لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتأكيد مكانة النادي في الدوري من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ومشيدا سموه بجهود اللاعبين وبحرصهم على تقديم الصورة المتميزة في المباريات. أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن فريق قرطبة يسير وفق رؤية النادي وأمامه العديد من التحديات الجديدة في الفترة القادمة التي سيكون قادرا بإذن الله على تجاوزها بنجاح نحو تحقيق الأهداف. تمنى سموه كل توفيق ونجاح لفريق قرطبة في الجولة القادمة من الدوري الإسباني أمام فريق ريال بيتسبي وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تضع الفريق في المنافسة القوية على تحقيق المراكز المتقدمة. هذا ورفع فريق قرطبة رصيده إلى 27 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر.